فقرة ضيف التحرير لهذا اليوم سنخصصها لإلقاء الضوء على موضوع صعوبة حصول المرأة الإفريقية على خدمات صحية، خاصة وأن القارة السمراء لازالت تعاني من ضعف البنية التحتية الصحية، إضافة إلى أزمات عديدة تتمثل في تفشي العديد من الأمراض المعدية والقاتلة والكثير من الأمراض المنقولة وغير المنقولة. للمزيد حول الموضوع تنضم إلينا مباشرة عبر سكايب من الدار البيضاء الدكتورة رجاء أغزادي، أستاذة في اختصاص جراحة الثدي ورئيسة الجمعية المغربية لمحاربة سرطان الثدي. دكتورة صباح الخير. صباح النور. بداية، ما هو تقييمكم للوضع الصحي للمرأة الإفريقية اليوم؟ اولا الشكر على الدعوه والشكر على هذا الموضوع اللي عنده واحد الاهميه كبيره، لان كنعرفوا بان العمود الازدهار ديال اي دوله هو الصحه ثم التعليم. الجسم الصحيح في العقل الصحيح، في العقل الصحيح. بالنسبة للتقييم، ما كاين دعوش بزاف للطمئنان، كاين عندنا شوية القلق بالنسبة للمنظومات الصحية اللي كاينة في إفريقيا على العموم، وخا كاين بؤر دي زيلو ديكسيلونس، كاين اجتهادات وكاين دي زيلو ديكسيلونس، نذكروا منها في السنغال، في الكامرون، في لافريك دو سود، المغرب اللي عمل واحد الاجتهاد كبير، ولكن على كل حال كتبقى المنظومه الصحيه في افريقيا في القاره كلها عندها واحد الهشاشه، لان لاكسي للتطبيب كيكون عنده واحد الصعوبات. ولميون فابل هو المرأة اللي هي ربما أكثر تعرض لهاد الهشاشة. علاش؟ لأن الصعوبة أكثر عند المرأة، وخا أنه المرأة هي نواة العائلة، نواة المجتمع، هي العمود ديال العائلة والعمود ديال المجتمع، وخا عندها واحد القوة كنشوفوا في القارة الإفريقية، المرأة عندها واحد القوة، واحد الشخصية، وربما كت 20% ديال الأسر قائمة على المرأة وعلى ما كتعملوا المرأة، ولكن كتبقى اللجوء للخدمات الصحية للمرأة هشة. وهنايا غادي غير جوج ديال النقط بالنسبة للمرأة، عندها واحد الخصوصيات، لأن الأمراض كتجي للرجل والمرأة بحال ما كاينش فرق، المرض ما كيشوازي با، ولكن كاين واحد الخصوصيات جوج المواضيع. الاول هو الى بغينا نقولوا الامراض ولا الوفيات في الحمل ولا في الوضع، وهذا كيألم كثير، لان هذا ستان ايفينمون اللي كيكون من اسعد ليفينمون، المراه كتعطي الحياه وربما كتعاقب بداك الوفاه ولا بداك الصعوبات في الحمل وفي الوضع. كنوصلوا حتى ل 800 امراه اللي كتموت يوميا في القارة الإفريقية بسبب الحمل والوضع. طيب. والثاني غير دقيقة. تفضلي دكتور. أمراض الجهاز التناسلي للمرأة، خاصة لأن هنا خصوصية لا بالنسبة للثدي واللي هو اختصاصي، وكنشوفوا الأمراض السرطان ديال الثدي هي الأولى في الأمراض السرطان، وإفريقيا حتى هي ماشية في هذا السياق، وكذلك الجهاز التناسلي ديال المرأة اللي هو حتى هو كيتقاس بواحد الأرقام مخيفة. هذو هما الخصوصيات طيب. المرأة. طيب دكتور، يعني تحدثتي عن صعوبات عديدة تواجهها المرأة في أفريقيا، الآن برأيك ما هي الأسباب أو ما هي العوامل التي تجعل المرأة في أفريقيا لا تستطيع الحصول على الخدمات الصحية؟ العوامل كثيرة، وحسب الدول وحسب لي كولتور وحسب لي بوليتيك اللي كاينين في الدول، وهي كيمكن تكون عامة على الرجل والمرأة كيف قلنا بمنظومات صحية هشة، اللي ما كاينش اللجوء
لي سوان. اذا هذا لا بالنسبه لا للرجل لا للمراه، ولا قله الموارد البشريه. وهذا المشكل هذا يمكن نرجعوا له، لان هذه القله 3% ديال الموارد البشريه العالميه كاينه في افريقيا، كنشوفوا الضعف بالنسبه للقاره كلها. كذلك قله المستشفيات ولي ستركتور دو سونتي. وواحد النقطه مهمه هو النقص في الادويه، وكذلك لي فو ميديكامون والخصوصيه للمراه. بغينا نركزوا ونزوم على المراه، هو ان بعد في بعض لي كولتور كاين المراه اللي خصها الرخصه ديال الرجل، ولا كاين هيمنه الرجل، وخاصه الفقر والجهل ونقص في الموارد الماليه. المراه ما عندهاش موارد ماليه، وبعض الاعتقادات بعض الخزعبلات اللي المراه خصها بحال دابا ما تمشيش تدير الحمل، تتبع الحمل ديالها لان اعتقاد، ولا ما تمشيش تولد في المستشفيات. هادو اعتقادات. نعم. اللي خص نتجاوزوها في القاره. يعني كل هذه الاعتقادات وهذه العقليه وهذه الافكار يجب ان نتجاوزها في القاره السمراء، وذلك لنسمح او يتسنى لل المرأة في إفريقيا الولوج إلى الخدمات الصحية. طيب دكتورة، اليوم يعني الوفيات بين الأمهات، الملاريا، داء فقدان المناعة المكتسبة يعني السيدة، وغيرها من العوامل أو من الأمراض، كلها تؤدي إلى تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات في صفوف النساء. كيف يمكن الآن أن تعمل القارة الإفريقية على تطوير حلول لمحاربة هذه الأمراض والنهوض بالقطاع الصحي؟ هو دابور النهوض كيمكن له باغ اون فولونتي بوليتيك، اراده سياسيه. نعم، اراده سياسيه اللي غادي تجعل القاره يعني الفا تو تابلي على لا سونتي، لان قلنا بان لا سونتي هي مهمه وما فيهاش لا كونكورونس، يعني خص الجميع تكون عنده هو ستان دغوا و سون كونكورونس. يعني حتى الا كان لو فوازان ديالي اون بون سونتي، راه حتى انا غادي نكون اون بون سونتي. اذا حنا اولا كراده سياسيه واهتمام اولوي بهذا لو سيكتور، لان دائما كان هذا لو سيكتور دو سونتي هو لو بارون بوفر. كان اجتماع كبير في ابوجا واحد اللي جعل باش تقرر باش يكون البيدجي ديال سونتي 17%. كانوا 4 ولا 5 ديال الدول اللي عملت ليه، الاخرين ما عملوش بهذا القرار. وخص يكون الانسان في وباش تكون منظومه قويه، لان التغييرات ديال الصحه كتواجه بعض التغييرات المناخيه، التكنولوجيا، لي ترانزيسيون ايبيديميولوجيك. كنشوفوا بان الامر دابا غادي تراكم اليوم في القاره اكثر الامراض انفكسيوز اللي كتنط، ولكن راه غادي حاجه جايه عبديناها ديال الامراض اللي هي لا نسمعك جيدا دكتوره لا نسمعك جيدا. يمكن اسمحوا لي دابا الان احسن. نعم تفضلي. قلنا المنظومة الصحية في الدول كلها وفي القارة الإفريقية خاصة كتكون تحت واحد الضغط ديال كثير من التغيرات، منها التغيرات المناخية، منها التغيرات التغذية ديال الإنسان تبدلت، واللي كتجعل واحد الأمراض غادي تبدا كتجي كالديابيت، الكانسير، والتغيرات التكنولوجية والتغيرات الديموغرافية. يعني كنا كنقولوا بأن قارة ديال اللي جان من دابا 20 عام غادي تكون قاره عندها واحد الثقل ديال الناس اللي كثر من 60 عام. اذا التركيز ديال المنظومه الصحيه خصها تمشي في هذا السياق وفي هذا لوريونتاسيون بوليتيك. اذا قلنا لا فولونتي بوليتيك، وقلنا خصنا نركزوا على الموارد البشريه. اليوم 3% ما يمكن يكون الاقلاع الا سي اون ميز على لا فورماسيون ديال لي ريسورس هيومان، وعلى الاقلاع بالبحث العلمي والوقايه.
نركز بزاف على الوقاية، لأن الوقاية هي اللي غادي تجعلنا نربحوا حتى 40% من الأمراض ما تكونش، حتى 30% ديال المصروف ديال هذه المنظومة الصحية اللي غادي نربحوه إلا عملنا دور الوقاية وحسسنا الإنسان في الوقاية. طيب دكتور، يعني تكلمتي عن الإرادة السياسية والتركيز على تكوين الموارد البشرية إضافة إلى البحث العلمي والوقاية أيضا اللي كانت نقطة مهمة. الآن كيف يمكن أن تتعاون الحكومات الأفريقية لتحسين شروط عيش المرأة وتمكينها من حقها في الولوج إلى الخدمات الصحية؟ أولا هذا الاتفاق اللي قلنا، اتفاق لإعطاء الأولوية للمنظومات الصحية، وكنشوفوا بأن السيدة والباليديزم، السيدة أكثر من 80% من الحالات في إفريقيا، بالنسبة للباليديزم حتى 90%، الملاريا وفيه وفيات كبيرة. إذن خص نفضيو مع هاد لي مالادي انفيكسيوز، لان كيف قلت ماجية موجة ديال لي مالادي نون ترانسميسيبل اللي هي كتكلف، عندها واحد التكلفة اكبر. إذن خصنا نتخلصوا في القارة الإفريقية من هاد الأمراض هذه المعدية، باش تكون الثقافة ديال الوعي وديال الوقاية بالنسبة للأمراض المزمنة المكلفة اللي هي غادي اليوم عندنا اون شارج دو ترافاي في القارة الإفريقية اللي كتمشي حتى 60% في العالم. إذن هاد الرقم هذا كبير، ألوغ كو ما عندناش لي غوسورس. ثانيا قلنا التكوين خصو يكون تكوين مستمر وادابتي لهادشي اللي جاي، امراض اللي ربما ما كنعرفوهاش اليوم واللي غادي تكون. احنا كنشوفوه هذا ليستواغ ديال الكوفيد اللي فاجئ العالم، صحيح، حتى ربما حتى القارة الإفريقية. كذلك كاين التكامل والتعاون اللي خص يتفقوا عليه البلدان، لا بالنسبه للاوبئه، لا بالنسبه لهذا الوفيات اللي خص اليوم. ما خصناش نشوفوا اي مراه عاديه بان غروسس بحمل عادي، هذا لا يعقل في 21 سيكل تموت مرأة عادية بالحمل وبالوضع. كذلك كاين ترانسفير لا تكنولوجي، ترانسفير ديال التكنولوجي بين الدول. ولا بغينا نرجعوا كذلك للمراه، لان كنتكلم على العامه، لا سونتي راها عامه وعاد كاين خصوصيه المراه. خص الانصاف ديال المراه، لا بالنسبه لا باريتي، لا باريتي المستويات بين المراه والرجل، وحتى الثقافه. دكتوره لو سمحتي سؤال اخير وباختصار، يعني ما هو تقييمكم للدور الانساني الذي لعبه المغرب سواء قبل الجائحه او في عز الجائحه فيما يتعلق بمساعده القاره الافريقيه في المجال الصحي باختصار لو سمحتي؟ الدبلوماسية كانت دائما ايكونوميك اي بوليتيك، اليوم كنشوفوا الأهمية الدبلوماسية سانيتير، والمغرب كان دائما سباق وعنده دور مهم. صاحب الجلالة دائما كان كيحرص باش يساعد الدول اللي هي منكوبة ولا عندها بعض الترومبلومون تيغ ولا لي زينونداسيون، وفي هذا الكوفيد هذا أكثر من 16 دولة ساعدها المغرب. نعم. في هذا وهذا هي لا دبلوماسي ديال الغد اللي هي الانترديبندانس، اللي كتجعل الانترديبندانس بين الدول، مع العلم انه لاكسي او سافوار سي ليكسبيرتيز. وكنشكركم. شكرا جزيلا الدكتوره رجاء اغزادي، استاذه في الجراحه اختصاص جراحه الثدي ورئيسه الجمعيه المغربيه لمحاربه سرطان الثدي. شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات.